زي ما انتم شايفين هيك الوضع، فبتمنى من اهل الخير ان شاء الله يساعدونا. انا عندي زينق مكسر وعندي المطر بينزل علي، عندي شادر وبينزل علي في الدار، وطالب من اهل الخير انهم يساعدوني. نشكر كثير فلسطين على تركيب الزينجو وعلى جهودهم الخيرية، وشكرا شكرا لهم. بشكر كثير فلسطين، والله يديهم ألف عافية ويخلف عليهم. Thank you.